واستوى على الشجر. طب واستوى ده برتقال ده يا ولا طم الهوى نامت جنينة في المساء تحت القمر تحت القمر قام القمر فرش مليته عالشجر على الشجر ضحك القمر مال الشجر على الغضان ضحك الشجر والضحكة كانت برتقان لمسوا الهوى طاب واستوى لمسوا الهوى طاب واستوى ده برتقان لا يا ولا يطيب من الهوى دي واحدة من أهم المزارع اللي موجودة في أول في مصر، لكن استقرارها ووضعها في أبو حماد شرقي. المشوار مش كبير، لكن أجمل حاجة فيه الشكل الجميل اللي انتم شايفينه ده، يعني بصراحة حاجة تشرح القلب. والأجمل كمان إن المعلومة اللي لازم حضراتكم تعرفوها، في حضراتكم بعضكم يعرفها وبعضكم ما يعرفهاش، إن إحنا من أكبر دول العالم تصديراً للبرتقال، للموالح يعني إنجاز التعبير، وبنصدر هذا البرتقال معظمه في المزرعة اللي إحنا موجودين فيها دي للخارج، يعني بيطلع من هنا على المطار، بيطلع من هنا على التصدير. المهندس محمد عطية مدير المحطة هو هيقدم نفسه ويقول لحضراتكم ايه اللي بيحصل هنا بالظبط. اتفضل يا باشمهندس. مهندس محمد عطية عبد الكريم مدير مزارع شركة حوض النيل بوادي الملاك. تمام. ده حضرتك موسم حصاد برتقال الشتوي بيتمثل في برتقال اللي هو بسرة والبرتقال البلدي. تمام. وده موسم بيبدا من 20 من يعتبر 1/12 لان المجلس التنظيمي نفسه اول تصدير بيبدا من اول 12 بينتهي يعني الموسم الشتوي حوالي 25/2 او 20/2 بكتير. لان الموسم الشتوي قصير شويه يعني 3 شهور يعتبر شهرين ونص. الموسم الشتوي قصير قصير شويه. انا عندنا كم موسم في السنه للتصدير للبرتقال؟ هو موسم واحد طبعا، برتقال بسره وبرتقال صيفي. البرتقال بسره ده شتوي ده بلدي وشتوي، بياخد حوالي شهرين شهرين ونص. البرتقال الصيفي يبدا من نص يعني من اول شهر 3 بيبدا، بيقعد عند الساعه 5 و6 واحيانا بيطول شويه بعد شهر 7. بس وده الموسم تبدا بقى ترد الارض للموسم الجديد. بس الجديد اللي هو بيبدا في 12 لا اعداد الموسم الجديد بيبدا في شهر 2. لا انا بتكلم على انتاجه اللي بيبدا في 12 زي ما حضرتك تفضلت كده. يعني انت بتبدا بقى من اول شهر 6 لحد شهر 12؟ لا لا بنبدا من اول شهر 2. احنا بدايه الموسم ده بدايه من شهر 2 يعني 15/2 بيبدا موسم التسميد والرش والخدمه. بيبدا معانا لحد اول شهر 12 لما يبدا عمليه التصدير. فهو موسم شاق ومتعب جدا، وبالذات برتقال بسره متعب شويه في شغله لانه حساس في قطفه في خدماته. حساس في قطفه دي بسره؟ ده برتقال بسره. المفروض ده يتقطف دلوقتي؟ لا لا ده شغال دلوقتي حاليا. حضرتك شايف منه دلوقتي في الكاميرا يعني ده بيتقطف ويتصدر؟ دلوقتي. طب حضرتك كنت بتقطف يعني دي تتقطف؟ بتقطف. بتتقطف حضرتك بتقول حساس يعني اقطفها ازاي؟ لا ده حضرتك في العامل بيبقى معاه مقص ومعاه مخله. مقص؟ طبعا. يعني انا ما اقصوش كده؟ لا ما يبقاش كده خالص. يعني انا غلط كده؟ يعتبر يعني مش غلط، بس يعتبر غلط. المقص لازم مقص تكون ما فيها الكبسوله بتاعتها بتحافظ على مدى حيويه الحبايه. هي دي بتتشال مع لا بتتشالش، هو ده بيقص منها جزء من العنق مع الحبايه. طول ما فيها الجزء دوت موجود تفضل الحبايه حيويه لحد ما تتقص. يبقى نجيب مقص كده ونشوف لحد ما يعني انا كده برضه قصيتها غلط. يعتبر مش صح. يعتبر لا مش صح طبعا. اللي هي القطف اليد ده غلط طبعا. غلط جدا. تمام. لا في مقص وفي مخله ولازم يتقص بشكل معين. ليه بنقول ان المنطقه هنا من اكبر مناطق انتاج الموالح في مصر؟ يعني وادي الملاك هنا حضرتك بتمثل 19000 فدان، هنا معظمهم موالح. وادي الملاك وعلى الشرقيه فيها كم كبير جدا من الموالح او مميزه بالموالح بالذات. وادي الملاك بالكامل يعتبر اعلى واجود حبايه هي موجوده في وادي الملاك. تمام. تصديريا هنا ارض خصبه. انت مالكش في المحل كتير؟ لا احنا هنا شغلنا كله يعتبر معظمه تصديري يعني. الشغل المحلي هنا انا شايف بره هي لوري واثنين وثلاثه واربعه. لا لا بياخدوا من محلي ولا لا تصدير؟ تصدير كل ده تصدير. كل المزرعه كلها شغل تصديري. ومهيئ مهيئه تصدير. طبعا بره. هي الشغل كله بتاعنا كله مهيئ تصديري بحت من اول دقيقه، من اول تسميد للرش للخدمه. بنشتغل كله شغل تصديري. بياخد في اعتباري كل المعاملات. اي مبيدات اي حاجه حد كله طبعا محظورات التصدير حديت طبعا كلها باخدها في الاعتبار. فبنشا بن...
هيئ جو تصديري من بدايه المحصول من اول الزهره لحد ما توصل للمستورد. حلو قوي. انت بقالك كام سنه شغال في المجال؟ تخصصك؟ مهندس زراعي؟ تقدر تشتغل في حاجه تاني خلاف البرتقال؟ لا انا بعشق البرتقال، مش بعشق البرتقال. لا والله ما يعني لو رحت مثلا جنينه خوخ، جنينه لا 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 الزراعه عامه تخصصات. لا لا الزراعه تخصصات. انا تمرين اصلا انا موجود هنا من البيس، من نفس المنطقه. من نفس المنطقه. موضوع الموانئ الفواكه الحاجات ديت في ناس مهندسين تاني زمايلنا بس متخصصين. لا دي من سنه 86 عمرها حاجه و30 سنه 35 سنه 34 سنه المزرعه هنا بيشتغل معاك كمعامل هنا باعتبارك ان انت مدير المحطه. لا معانا 116000 فدان اللي انت بتقول عليهم. لا المشروع كله كله 19000 فدان. المزرعه هنا ككتله واحده منها دي 1500 فدان. 1500 اللي هي تخصنا احنا 1500 فدان احدى المزارع من دول. معانا 120 عامل هنا في المزرعه على مدار الموسم في خدمه قاعدين معاك على طول. على طول 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 الموسم كل كل حاجه في المزرعه. في هنا بيوت انا شفتها برضو في كل مزرعه بتلاقي حد فيها قريه موجود فيها ناس لخدمه المزرعه برضو بيكون موجودين في حياه وفي ناس موجوده وفي معيشه. محمد الميزه بقى ان هو بيصور معانا لابس ترنج اصفر اهو شكل برتقال شكلنا وشوية. أزيا بشكل شكرا 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 طيب احنا قلنا ناخد شكل مختلف شوية. احنا قلنا طبعا السادة المصورين حبايبنا والمخرج قالوا لنا ان احنا لازم يبقى في فيو مختلف شويه. استاذنا المهندس احمد السيد خاطر مدير الجوده في المحطه عشان نعمل شكل مختلف. اقترح ان احنا ممكن نعمل حاجه كده، يعني ان احنا ازاي بنشحن العربيه بعد ما بتحوز على الجوده بتاعه المنتج، ازاي بنشحن العربيه. جبنا مجموعه كده من الاقفاص فوق قلنا نطلع نقعد عليها، ودي طبعا مش معدل التصدير الاقفاص دي، احنا عاملينها بس نموذج كده ازاي العربيه بتبقى مصدره او مجهزه ويتحط عليها نفس الرابطه كده وهو الاخر، وبتمشي بري طبعا وتصدر للاسواق اللي هي رايحه. فده نموذج مصغر كده. ايه هنبقى بعد ما نخلص الحاجات دي كلها تنزل لتحت بيتصرفوا فيها بشكل مختلف. المهندس احمد خاطر كنت بتكلم قبل كده مع المهندس محمد عطيه اللي هو مدير المحطه، بيتكلم عن عندنا 19000 فدان في المنطقه كلها اللي هي وادي الملوك، في 1500 فدان في المنطقه اللي احنا فيها اللي هي محطه خد النيل للاستثمار التنميه الزراعيه. حضرتك بتقول لي انه كل واحد له تخصص، هو بيتكلم عن تخصص كمدير محطه، تخصص كمدير جوده في المزرعه. ده بنعمل فيه ايه بقى عشان اوصل للمنتج دوت؟ انا بطبق برامج خدمه جيده ومتميزه. سياسه الشركه عندي ان هي بيتم التعاقد مع مجموعه من الاستشاريين التابعين لوزاره الزراعه المصريه عشان اقدر اطبق البروتوكولات اللي نازلاني من وزاره الزراعه. فالاستشاري بيجي لي مره كل اسبوع وبيبدا يشوف حاله المزرعه وبناء عليه بيكتب تقريره. يعني انت ما بتشتغلش لوحدك؟ لا، والوزاره لازم تقول لك انت رايح. ايوه ايوه طبعا. عشان انا قطاع تصدير، ما ينفعش انني امشي في اتجاه مخالف لمتطلبات الدوله. ممتاز. بدوري انا كمدير جوده ببدا بنعمل برنامج مكافحه متكامله للمزرعه. من خلال اولا في عندي اربع اشياء بنعملها. بعد ما الدكتور الاستشاري بيختار المبيدات وزارة الزراعة. أيوة. يختار المبيدات المناسبة لبرنامج المكافحة المتكاملة عندي. ببدأ أنا أراجع المبيدات ديت. أولا لازم أتأكد إن هي مسجلة على الموالح، تكون المبيد مسجل على الموالح. تاني حاجة لازم أشوف هي متوافق عليها من الاتحاد الأوروبي ولا لأ. يعني مش شرط عندي، لازم اتنين. لازم اتنين. ثالث حاجة لازم بتأكد ان هو في لستة المبيدات المسموحة والمسجلة على الموالح في روسيا. كويس. وبناء على ذلك ببدأ ارجع اشوف الام ار ال لكل مبيد الليمت بتاعه او حدوده. فدايما بشوف الحدود الاعلى، وليكن على سبيل المثال مبيد زي الملاسيون 2 في 2 صحيح. فببدأ اخد مثلا مبيد زي ده الحدود بتاعته عالية ومسموح بيها ومتوافق عليها من الاتحاد الاوروبي ومن روسيا. اقدر ارش وانا في اريحية عندي. هو اكتر سوق الاتحاد الاوروبي وروسيا، مش السوق العربي. لا
وبناء عليه بس انا بودي السوق العربي وبطبق مواصفة اكبر اتحاد الاوروبي. ايوه تمام يا فندم. وبناء عليه ببدا اظبط مزرعتي على المبيدات المسموح بها، وببدا ادي لينك لمدير المزرعه بالمبيدات المسموح بها والدكتور الاستشاري، وبناء عليه بيتم القيام بعمليه رش، عمليات رش، وببدا انا اتابع معاهم عشان لما اجي اوصل لمرحله الجمع ببدا اعمل حاجه عندي، بعمل حاجه اسمها خطه جمع، وبناء عليه ببدا اشوف ايه اللي هو ترش الاول، ابدا هو اخد منه العينات. تمام. وبناء على العينه ببدا اودي التحليل، اخد عينه ممثله في القطاع اللي انا هشتغل منه وابدا اوديها معمل تحليل متبقيات المبيدات المصريه، بيبدا يرد عليا المعمل بنتيجه. كل ده بياخد قد ايه؟ كام يوم الاجراءات دي كلها؟ الاجراءات دي ما هي 24 ساعه بكون واخد العينه موديها المعمل، بتقعد في المعمل 24 ساعه كلها، يعني كله 48 ساعه بقدر اخد قرار بالجمع او لا. وبعد ما اخد قرار يعني ممكن تعمل حاجات ويقول لك لا مش مطابقه. ممكن مش مطابقه، مش مطابقه، ممكن يكون الام ار ال بتاعها عالي النسبه، فاضطر ان انا استنى لما يحصل تكسير للمبيد على الشجره الاول. تمام. وابدا اخد عينه منه ثانيه، لان انا اصلا ما دخلتش مزرعتي اي مبيد محظور او اي مبيد مش سمحاه. انت قلت لازم يطابق المواصفات الاوروبيه. ايوه. المواصفات الاوروبيه مش هتدخلك حاجه لما تكون مطابقه للمواصفات. الله يحفظ سيادتك. تمام كده. فانت لازم تطلع سليم. لازم اطلع سليم. طب انت مره صدرت ورجعوا لك؟ ما حصلش معايا، لان انا مطابق. انا يعني انت قبل ما تمشي من هنا لازم تكون تمام. لان انا بتابع الثمره نفسها من قبل ما تمشي من اول مرحله العقد، يعني من اول مرحله العقد اول ما تبدا تنبت. ايوه. بتابعها. انا كمدير جوده بتابعها مع مدير مدير المزرعه. ايه البرامج اللي بيستخدمها مع الدكتور الاستشاري. تمام. معانا دكتور استشاري للتسميد والري، ودكتور استشاري للمكافحه، لحد ما توصل للمرحله الاساسيه، لحد ما اوصل كمنتج لمنتج نهائي. ايوه الخارجيه. ايوه تمام. طيب البرتقانه دي هل بيبقى فيها هرمون؟ هل بتتحقن حاجات ضد لا انا بتكلم على سوق المحل، انت بخبرتك هل البرتقانه دي بتبقى ضرر في السوق المحلي؟ لا لا. في برتقان بيبقى كبير كده يسميه شيت زمان كده. لا لا. البرتقان بيبقى سوق مثلا وقت معين في السنه فبيطلع بالطريقه دي، يعني فكره الهرمانه مش عندي، مش عندي ولا في شركه ولا سياسه، لان انا قطاع تصديري. تمام. ما ينفعش. لسه بقول لسيادتك انا ببدا لكن أختار. انا بتكلم في السوق المحلي. المحلي اللي بيطبق عندي على اوروبا هو اللي بيطبق عندي على المحلي في مصر. يعني لا اللي انا اقصده زي الفراوله كده، كنت فاهم ان الفراوله بتتهرمن، قالوا لي لا هي انواع في 67 نوع فراوله. اي طبعا. حضرتك البرتقان ده بيتهرمن؟ يعني دي كبيره ودي صغيره، على فكره ممكن تلاقي طعم دي جميل وطعم دي جميل. اي تمام. حلوين الاثنين. تمام. نفس الطعم. تمام. بس دي صغيره ودي كبيره باختلاف الاصل. ده بيتهرمن ده لا لا باختلاف الاصل نفسه. اختلاف اصل الشجره. اصل الشجره. اصل الشجره. انت عندك كذا شجره. ايوه طبعا. كم نوع برتقان عندنا في مصر؟ عندنا صيفي وبلدي وبصوره انواع، يعني مش قليل. ده انا عندي اليوسفيات ممكن تعدي ال 25 نوع ما شاء الله. والبرتقال دلوقتي لان اتحدث منه عاد في تحديث او انواع مهجنه جديده دخلوها، عاد منه المبكر وعاد منه المتاخر عشان يتواكب مع سوق التصدير نفسه. تمام. فما عادش نوع واحد. طيب ولا نقدر نقول عدد معين. طيب تطمنا باعتبار ان احنا واحده من اكبر المزارع في مصر هنا في الحته دي، تطمنا بقى على السوق، احنا ماشيين صح؟ حضرتك ماشي صح؟ احنا كدوله معاك، الدوله معاك ماشيه صح؟ في اي ترتيبات انت محتاجها تاني اعاده، ولا احنا الامور ماشيه الحمد لله تمام؟ انا شايف الدوله ماشيه صح، الجهات الرقابيه معانا في الدوله متابعانا اول باول. تمام. من بدايه الصمرة وهي صغيره هو منزل التشريعات بتاعتي اللي انا بمشي عليها، سواء من خلال لجنه المبيدات المصريه، سواء من الاتحاد الاوروبي، سواء من الحجر الزراعي المصري والمجلس التصديري، كل دوم لهم تشريعات معينه. انا كقطاع تصديري لازم ببدا اطبق المواصفات دي كلها معايا عشان اوصل للمنتج انه هو يكون امن غذائي ما فيهوش اي ضرر على المحلي وعلى العالمي. خد بقى البرتقاله دي مني يا فندم. انا عمال اصغر برتقاله بس انا عارف ان دي اجمل برتقاله. شكرا لذوقك يا باشا. شكرا يا باشا. شكرا يا باشا. تحت القمر مال الشجر على الغبار، تحت الشجر والضحكه كانت برتقال لمسوا الهوى.
الهوى طاب واستوى، لمسوا الهوى طاب واستوى. لبرتو أن يا ولا يطيب من الهوى. طب عشان احنا ما بنتعاملش في الموضوع ده كجهه بعيد عن الجهات الاخرى، احنا هنا معانا طبعا الابطال بتوع وزاره الزراعه، وطبعا المهندس احمد سيد خاطر كان بيكلمني فوق، هو مدير الجوده، لما كنا في العربيه فوق كده ومزهزهين وبنشوف الشغل ورانا، فبيتكلم على مدى التعاون اللي ما بين وزاره الزراعه ومدى التعاون الاسبوعي، مش الشهري ولا، بيقول كل اسبوع في هنا خبراء من وزاره الزراعه. احنا معانا من نفس المكان، من نفس الجهه، من نفس الاطار اللي احنا بنشتغل فيه، من نفس المنطقه، ثلاثه من خبراء وزاره الزراعه في هذا الاطار يقولوا لنا بالظبط احنا بنعمل ايه هنا، دور وزاره الزراعه ايه، مدى التنسيق المتكامل. وطبعا كل واحد من المهندسين الخبراء دول هيقدم اسمه بكل احترام. اتفضل يا باشمهندس. بسم الله الرحمن الرحيم. مهندس حامد العربي، مدير عام الاداره الزراعيه بالتل الكبير. مبدئيا بنرحب بحضراتكم في قطاع وادي الملاك بالتل الكبير، ونبذه مختصره على الاداره الزراعيه بالتل الكبير. المسطح بتاع الاداره عندي 108,000 فدان، تمام، منه 42,000 فدان فاكهه. الجزء ال 108 كل المحاصيل، الباقي محاصيل. الجزء الفاكهه الموالح عندي 24,000 فدان و700، تمام، ده موالح. النبذه المختصره ان عندنا هنا في قطاع وادي الملاك في التل الكبير اكبر كميه بتطلع من التصدير سعادتك، بتتورد خارجي للدول الاوروبيه، تمام، تصدير، تمام، القطاع الاوروبي يعني بره، مش دول عربيه كمان، يعني ما بتكلمش على الموالح ولا الفاكهه، على الموالح. اكبر كميه بتطلع من هنا بتطلع محافظه اسماعيليه، تمام، طبعا لو عن الفراوله طبعا اسماعيليه معروفه بالفراوله، تمام. سيادتك، اما بالنسبه لاي مساعده بيطلبوها منا كزراعه، قطاع زراعي، سواء مصايد، سواء مبيدات، سواء لما يجي يصدر بيجي ياخد من عندي افاده على حسب التكويد في الحجر الزراعي، نديله افاده بالمساحه بتاعته، تمام، بحيث ان هو بنسهل له اجراءات التصدير بتاعته. حلوه، واخد بال سيادتك. اما بالنسبه للعملات المكافحه والمقاومه والكلام ده، كل الحاجات ديت العملات الزراعيه من اول ما بيزرع لعند ما بيجمع الثمر الموجود قدام سيادتك، ده كله قطاع الزراعه اللي بيشتغل. اشرافك. اشراف قطاع الزراعه. طبعا هنا انا معايا الاستاذ نبيل مليكة، مدير عام الرعايه البستانيه بمحافظه الاسماعيليه، مدير الزراعه محافظه الاسماعيليه. حلوه، يا سعادتك يكمل ال. احنا سعداء جدا بقناه سي بي سي، شرف لينا ان سيادتك تكون معانا. شرف لينا يا فندم، وبنرحب بيكم كلكم وكل الناس الموجودين. طبعا شيء جميل ان احنا نبتدي نفكر في موضوع التصدير عامل حيوي. بنقول لكل الساده المزارعين لازم كل واحد يفكر هيخدم مصر ازاي، لما هيخدم بلده ازاي، ان هو بمنتهى البساطه انه يدور على المحاصيل او يدرس ايه هي المحاصيل اللي ممكن هتفيده هو نفسه اقتصاديا، ويعرف يبيع اي حاجه بالدولار. لو انت بعت، طبعا احنا عارفين سعر الدولار عامل ازاي دلوقتي، ومصر محتاجه قد ايه منكم ومن سواعدكم. حلو. طيب احنا ايه الخدمات اللي بتقوم بيها وزاره الزراعه؟ انا بصفتي، انا اسمي المهندس نبيل مليكة، مدير اداره البساتين هنا. اهم حاجه احنا بنقولها اللي هي التوصيات، دايما بنقول كل ما هو جديد في موضوع التوصيات الزراعيه، وابتدي نعممها بصفه عامه للساده المزارعين او للناس اللي هم اللي عندهم اللي مشجرين. اهم شيء انا بطلبه من الناس، أيوة، في الفتره دي، أيوة، علشان تخدم بلدك حقيقي، بعد ما تجمع محصولك اهم شيء تبتدي تشيل الحاجات اللي هي واقعه من الارض علشان تقي نفسك وتقي غيرك من الذبابه. قصدك لما يكون في برتقان على الارض مثلا، حاجه برتقانه زي دي مثلا، لازم يتجمع، لازم يتجمع ويتعمل خندق ويبتدي تردمه وتتقلص منه. ده بيبقى فيه مشكله، بيبقى هو بينقل الذبابه اللي هي اخطر شيء. يعني هما في حاجتين تم بيوصلهم في الموالح بتاعتنا. طبعا الموالح بتاعتنا لا تضاهى
لا تضاهى بالنسبه للباقي. لكن اهم شيء حاجتين تانيين اللي هي المتبقيات، يعني هي المبيدات اللي هي موجوده لما تيجي تتحلل بنشوف المتبقيات من المبيدات المستخدمه، ورقم اثنين الذبابه. بقيه الحاجات كلها ان شاء الله تبقى سهله وميسره. حلو. علينا. حلو، اتفضل يا باشمهندس. بسم الله الرحمن الرحيم. مهندس محمد عبد الدايم، رئيس قسم الفكة بمديرية الزراعة بالإسماعيلية. والله محافظة الإسماعيلية محافظة معروفة بالبساتين عموما، يعني البساتين في محافظة الإسماعيلية حوالي 230 ألف فدان تقريبا. ده مساحة الفكة بس. مساحة الفكة بس فيها حوالي 230 ألف فدان. مساحة الموالح في محافظة الإسماعيلية عموما حوالي 64 ألف فدان. احنا كنا بنتكلم يا باشمهندس عن المساحه اللي كنت قلتها، 24 ألف هنا في التل الكبير تل. بس ده التل بس بخطاء وادي الملاك. تمام. انما المحافظه كلها فيها حوالي 64 ألف فدان. محافظه اسماعيليه. محافظه اسماعيليه. تمام. انما التل فيها هي اكبر مركز في نسبه موالح على مستوى المحافظه. كويس. في اللي هو حوالي 24 ألف. منهم برتقان بس سواء صيفي او بسره حوالي 19000 فدان. حلو. فدي مساحه كبيره، ديت اللي بتساعد على عمليه التصدير، علاوه على ان اكبر تقدير محصول، يعني اكبر نسبه محصول بتيجي للفدان هي من منطقه وادي الملك خصوصا، يعني ان دي هي تعتبر اخصب منطقه عشان احنا بنصدر منها والاخر بتجود فيها. بتجود فيها. طب انت قلت لي رئيس قسم الفاكهه. ولادك اسمهم ايه؟ لا اقول بس ولادك اسمه. اولادك اسمه ايه؟ عرفه ومحمود. عرفه ومحمود. ما كانش في حد تسميه عنب برتقان. ربنا ما رزقش. الحياه بتاعتك انت بقالك كام سنه شغال في في الحته دي؟ لا انا جديد، انا من 2004 بس. من 2004. الحياه بتاعتكم بتتغير يعني مجرد ان انت بتشتغل في الفاكهه. انا لما عرفت ان حضرتك جاي النهارده جاي اصور معاك مخصوص، لان انا طالع بعد 10 ايام معاش. يا راجل صوره مع حضرتك يا راجل. حبيبي الرئيس. يا راجل ربنا يبارك لك. ربنا يبارك. يعني انت بقالك كام سنه شغال؟ انا 30 سنه. 32 سنه بالظبط. وطالع على المعاش. طالع بعد 10 ايام، يعني واحد ان شاء الله بره. انت مدير اداره؟ مدير الاداره الزراعيه بالتل الكبير. ده انت هتاخد الاداره الزراعيه معاك وانت ماشي. حبيبي يا رئيس. حبيبي حبيبي. طب بقول كل نبيل بلغني استاذ نبيل والنبي. قلت لا لازم نروح النبي. استاذ نبيل والنبي سبت كل حاجه وجيت كل شهر شجره ولا حاجه. حبيبي يا رئيس. حبيبنا يا رئيس. حبيبي يا عم. الله يخليك يا رئيس. شرفنا بيك والله. شرفنا بيك. في كنت انا بسال حياتك كلها بقى في الزراعه والدوله يعني بتختلف؟ يعني انت ممكن تشتغل في حته ثانيه، ممكن تشتغل في مجال ثاني؟ لا انا حبيت المجال ده وداخل باقتناع طبعا فيه، لان هو يعني مجال جميل جدا. وفي حد ما بيحبش الزرع؟ ما اعتقدش. اعتقد كل الناس بتحب الزراعه طبعا، وهو احسن مجال واستثمار جيد. استثمار جيد. طبعا. شاكرين يا شباب. شاكرين. الى يعني شكل اخر كده من اشكال المزرعه هنا، وهنروح نشوف العمال بقى، ونروح نشوف اشكال مختلفه كده من اشكال التعاون في هذا الاطار يعني. شكرين يا باشمهندس. شكرين يا باشمهندس. شكرين. واحنا بقى طبعا يعني مش عارف حضراتكم متابعينا في الحاجات بتاعتنا الخارجيه ولا لا، بنحب كده نتسامر مع العاملين في المكان. واجمل حاجه بتيجي الوقت كده الساعه مثلا 1-2 نلاقيهم ايه عاملين غدا. حلوه قوي حكايه الغدا دي. بس النهارده بقى غدا غريب شويه. عدس يعقوبه وشاي. يعني العدس يعقوبه وشاي. فقلت له طب عايزين بقى معالي وبتاع، قال لك معالي لا ده تروح بقى في بيتكم بقى، احنا بناكل هنا بالعيش. صح كده يا ابو احمد ميلاد؟ مظبوط. ابو احمد ميلاد ده المتعاهد بالمتعاهد الاكل مش كده؟ مظبوط. انت كل يوم؟ ايوه كل يوم عدس. كل يوم عدس؟ ايوه في الغداء. في الغداء كل يوم عدس. طب والفطار؟ الفطار فول. والعشاء؟ العشاء بطاطس ورز. مين بقى اللي بيعمل بطاطس ورز؟ انتوا برضو؟ والله أيوه. يعني انت متعاهد ان شاء الله. انت يعني ده شغلتك ولا انت تبع المزرعه؟ لا دي شغلتي هنا في تبع المقاول هنا. تمام يعني. ايوه. طيب اسال الراجل البركه ده، انت قلت لي مسؤول ايه؟ قلت لي مسؤول ايه يا فندم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فايز عبد الوهاب الشهير بفايز الفيومي مقاول قطف.
مقاول قط. قط في الموالي حيوة. انت الشركة. كل يوم هنا؟ كل يوم هنا. يوم. طب الراجل ده عنده ضمير في الاكل؟ عنده ضمير في الاكل بجد؟ ومحترف كمان. يعني النهارده العدس انت اكلت عدس ولا لسه؟ لا انا لسه ما اكلتش. العمال الاول اللي بتاكل وبعد كده احنا بقى بنأكل. طب احنا هنستثني بس النهارده كده، شيل يا عم هي بتبقى مليانه؟ بتبقى مليانه يعني، عشان العمال كلوا. عدد العمال كتير يعني، كل واحد كبش. كل واحد كبش. تضحك عليا يا عم، كل واحد كبش عاجبك. طب انت الحته بتاعتك دي، طب هات كمان واحده ليا انا، نشوف كده الطبق ماشي ازاي. غير في طبق كده. وبتاكل بالعيش يا ريس صح؟ بالعيش. مفيش معالق هنا؟ لا لا. لا في البيت يعني، حور العيش. لا هو كل واحد كل عامل بيبقى معاه معلقته برضه. بس الكلام ده بقى بياكل رز ومكرونه والحاجات دي في العشاء. طاقه العشاء يعني بعد المغرب. طب ما يجيش واحد كده يقول لك معلش انا مش باكل عدس، بعمل لي حاجه مختلفه. لو كده مثلا وعايز اي اكل مختلف برضه بنعمله. تعال يا حاج كل عدس، تعال تعال خش هات لي يا ابني طبق عدس يا عم. لكن الراجل ما اكلش طبق عدس. لكن بالنسبه لل لف نهو. تعال انت اكلت؟ تعال من هنا. اكلت؟ انت شكلك حلو قوي، تعال والله انت راجل جميل كده وصغنن وحلو. تعال اقعد معاه. نعم اقعد. معلش اتفضل يا حبيبي اتفضل. اسمع كلام عمك خالد. اتفضل. عمك خالد المخرج. ماشي كده يا عم خالد؟ ماشي. بالنسبه للسيستم اللي احنا ماشيين بيه بيبقى الصبح بعد ما بيقوموا يصلوا وكده بيعملوا فول وبياكلوه برضه بالعيش. معلش شعريه ريس ده؟ عدس على الشعريه. ايوه عدس على شعريه. على ده ما فيش يوم مثلا تاكله في الغدا فراخ؟ لا الغدا عدس دايما لانه بيبقى في الارض. لما بنروح مثلا بيبقى مثلا راح فين بقى المباني اللي بره دي؟ في كل واحد بيروح السكن اللي هو قاعد فيه. بيعملوا بقى بطاطس وخضار، سواء فاصوليا سواء بطاطس سواء يوم اللحمه يوم النبي. ويوم اللحمه يوم الثلاث ويوم الجمعه. والنبي التقرير جاي يوم الثلاث والنبي. يوم الثلاث ويوم الجمعه لحمه، واحيانا بقى يوم الاحد مثلا بيجيب سمك. مره بيجيبوا سمك مثلا سمك. سمك. لا سمك سمك سمك. طيب يعني الناس راضيه. بالظبط كده. طيب اسالك يا عم الحاج، انت قلت لي مسؤول ايه؟ احمد محمد عبد الحفيظ. ايوه مسؤول. انا بجيب العماله. أيوة. من الفيوم والمحطات بتاعت القطف. اخبارك العدس ايه؟ زي الفل. اكلت؟ 100% بجد والله. انت رجالتي يعني شغال شغال اكيد. الراجل مقصف حاجه عامل ميلاد ده؟ لا ما يقدرش. لا ده عامل ميلاد على عيني وراسي. المجموعه اللي هنا شغاله بقى موضوع الحط بتاع الـ 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 العربيات والبرانيك والقطف بتاع البتاع. القطف ده اللي هو انت بتقطف. بيقول لك لا القطف ده ليه ليه حركه. ما احنا حضرتك بنجيب العماله وبندربها. انا قطفت. قال لي انت قطفت غلط. أيوه. لا ما انا لو فيه مقصه هوري حضرتك مواصفات القطف بالظبط. اللي هي حضرتك دقيقه واحده هنا. ايوه بصلي مفيش مشكله برضه مفيش مشكله. معلش 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 استنى. انا بمسك البرتقانه كده. ايوه وبمسك والنبي الكاميرا مهمه قوي يا شباب. وبمسك المقص كده. ايوه ايوه في مواصفات ما ينفعش امسك المقص مقلوب، لازم امسك المقص معدول كده. والمقص كده بيبقى على الحبايه بالظبط بحيث ان انا بقطفها ما يبقاش فيها اي حاجه، لدرجه ان هي لو على خدك كده ما تعلمش. على خده بالظبط كده متوارد. لو هي اللي حباية دي مثلا مقصوصه قص عاليه كده. كده مثلا. دي بتعمل في فرق بين الاثنين. بتعمل هنا مشاكل. طب دي بتبوظ ايه بقى؟ بتعمل ايه بقى؟ هو هي بتبوظ البرتقانه نفسها. وبتعمل بقع زيتيه. هنا. يعني بيبقى ممكن وهي مسافره ولا حاجه. بالظبط كده. يجيلها مغص. بالظبط كده. ودي بتبقى طبعا عيب من عيوب القطف. لكن عشان ما دي مواصفات القطف الاوروبي. يا سبحان الله يا سبحان الله. يعني برضه يا جدعان كل حاجه ولها ناس، كل فوله ولها كيال زي ما بيقولوا. تمام اتفضل يا عمنا. والله معلومه زي الفل ولا يهمك ولا يهمك. معلومه زي الفل دي. والحبايه برضه ما ينفعش تبقى منزوعه الكبسونه، يعني ما ينفعش ما يبقاش فيها كبسونه اصلا. كده برضه عيب من عيوب القطف. ماشي يا معلم. يبقى العيوب القطف القص العالي ده عيب من عيوب القطف. لو منزوعه الكبسونه منتوشه كده بالايد برضه عيوب من القطف. لو وقعت من على الشجره على الارض برضه بتحصل كدمات وبقع زيتيه. كدمات وبقع زيتيه. ويبوظ كل ده كده عيوب من عيوب القطف. فاحنا عشان كده بنجهز العماله. المهندس بتاع الجوده يقول لك اللي انت عملته ده غلط. بالظبط كده. وممكن ينفذ خصومات على مقاول القطف. تمام كمان. ايوه عليك انت خصومات. اكيد جات لك خصومات قبل كده. اكيد. اتحرمت من العدس. اتحرمت من حاجات كتير والله. اتحرمت. اكتر جزء بتاخده العدس. لا والله اتحرمت من حاجات. بس انا صلى على النبي. صوب شويه شاي النبي يا معلم. ليه؟ هو ليه علاقه. ما هو ملوش علاقه. اخره تعامل معايا يعني. لكن انا بتعامل مني للمحطه.
يعني هو بيخلص ما بيخلص قرار بيجي بعت لي بقى كشف الموازين من المحطة، ببدأ ان انا حاسبه انا في خصم ولا في اي حاجة. مش في العدسة بتاعك؟ خد يا معلم انت واقف ليه؟ خد اشتغل يا معلم انت مالك ومالنا. اه استنى في طبق ثالث والنبي عشان راجل البركة ده. طب خد يا معلم. فانت بتاخد جزر؟ اه لا مش باخد جزر، انا باخد حاجات كتير. بس مش بتتعلم؟ صح كده؟ بتعلم والله. قول لي يا كبير اسمك ايه؟ علي الخميس. معلش هقطع منك العدس. مش مشكله. مبسوط الشغل؟ مبسوط الحمد لله. تمام ده بيقطف؟ مع المقص بتاعه؟ تمام؟ يعني ده من رجالتك؟ وشغال في القطف تمام؟ شغال تمام الحمد لله. ولا في اي مشكله بالنسبه لك؟ لا الحمد لله على الدنيا. منين؟ من الفيوم. يعني انت هنا في ابو حماد؟ انت هنا في ابو حماد وبتروح تروح قد ايه بقى؟ بتيجي يعني شهر 20 يوم 25 يوم واروح بلد وقت ثاني. تمام. لو متعايشين هنا ان شاء الله. ربنا يكرمك. امين. ربنا يكرمك. ربنا يكرمك. الطفل ده بقى هو مش من عمالة اطفال عشان بس افهمكم عشان ما حدش ياخدها علينا يقول لك ده عمالة اطفال. هو ليه حد هنا قريبه فبيجي يشتغل معاه في الفترة بتاعت القطف كده والبتاع والكلام، هو حابب الشغلانة صح كده؟ صح. تحب انت البرتقال؟ صح. صح كده؟ صح. طب على فكرة وطنك صفر. لمين ليه بقى؟ من البرتقالة. اكل العيش كده. امال ايه يا عم؟ مبسوط؟ مبسوط. وفي اي حد مضايقك هنا؟ بجد؟ طب ممكن تاخد طبق العدس ده بتاعي انا مني؟ خد. سلام انا لك احلى رغيف بقى. لا سنة عمك احمد الميلاد جايب عيش فضل كبير. بس تاكل. تاكل عشان احنا لو قمنا هياخدوا منك العدس وهتستنى اللحمه بالليل، لا اللحمه مش النهارده. لا اللحمه جمعه ثلاث وجمعه. انا حفظت انا ثلاث وجمعه. اجي لك ثلاث وجمعه. مبروك الشاي يا معلم. الله يبارك فيك. شربت الشاي؟ شربت الشاي. زي الفل. زي العسل. واحده كمان؟ الحمد لله. النبي هات يا معلم. اتفضل. النبي عامل واحده كمان. معلش عشان خاطر انا عارف ان هو ما انتوا بتشربوه الطفل بعد ما نمشي بس اشرب برضه الشاي انا عارف ان هم بينتقوا مني. بس دي مش هتتكرر مش هشربوك مرتين ورا بعض. طبعا. بس عم احمد ميلاد لا عم احمد ميلاد قال انا الناس دي على عيني. اتفضل يا كبير. ما نشرب؟ لا اشرب دي تاني من عندنا ماشي. عندنا كنا انا شربت بالظبط. مبسوط؟ مبسوط. بجد؟ والله مبسوط. واحنا عمالين ننزلك وانت كنت فوق العربيه؟ لا في جوه في الارض. في الارض برضه قطف؟ اه. طيب الدنيا حلوه. الدنيا حلوه. طلع ما خلاص بقى العدس. انت بتغدى الساعه كام؟ 2 3 ولا احنا النهارده نزلناك بدري؟ لا هو الوقت هو كده. طب انت بذمتك انت بتروح كل قد ايه؟ 25 يوم 20 يوم؟ حسب الوقت بقى يعني. ما بتروح تاكل عدس؟ لا طبعا. احنا بناكل هنا عدس 24 يوم، هنروح ناكل عدس في البيت تاني. طب مرة تاكل ايه في البيت بقى يا اخو؟ اي حاجه موجوده بقى بنا. يعني لو المدام زوجة حضرتك المدام طبعا بتبقى عايزه توكل واحد عينيها علشان خاطر يا قوه الله. طب خد الرغيف ده راجل بقى اهو. خد يا عم. لا انت لا المدام لو سمعتك دلوقتي هتجوزك تاني طبعا. امال ايه؟ ربنا يخليها لك. الله يبارك فيك. المهم تكون راضي بس. الحمد لله. راجل لازم نرضى على اي شيء اعطاه لنا ربنا. يا سلام. ربنا يزيدك رضا. ربنا يبارك. ربنا يزيدك رضا. ربنا يزيدك. الراجل البركه ده اللي نزلناه من العربيه صح؟ ده بيقوم بعمليه الرص. ده قعد يرص وبعدين بعت لنا الرص بتاعه خالد منزي خد له الرص بتاعه. الله يهمك احنا تحت امرك. معلش. عامل ايه؟ الحمد لله والله. انت عارف ان انت الوحيد المحظوظ في القعده دي؟ ليه؟ لو قلت ليه هديك 10 جنيه. عشان انا قاعد على الارض؟ لا. عشان قدامك حله العدس. اه. انت الوحيد اللي محظوظ في البتاع ده. احنا كده قاعدين كلنا وفاضيين. بص ده طبق. انت الحله كلها. احنا قدامنا الحله كلها. بس عمك احمد ميلاد بقى عمل حركه خدت باله واحنا قاعدين راح جايب المغرفه يمته. هو اللي جابها من نهايته. انا يعني كل الموضوع بس ان احنا عايزين نصدر للناس فكره انه مش ما دام ان انت شغلانه يعني فيها شقه شويه فانت مش مبسوط. لا الحمد لله. الناس كلها اهوت يعني في وجوه بشوشه كده. وكل واحد راضي باللي ربنا اداه. كل واحد راضي باللي ربنا قسمه له وده اكل عيشه. الله ينور عليك. انت بقى شغال في برتقال، شغال في ليمون، شغال في بعيد عن بيتك شويه، شغال الراجل اللي بيعمل لازم اكل العيش. الراجل اللي بيعمل الحركه دي انا اول مره اخد بالي منها. انا فاكر لما تقطف البرتقاله كده فده تمام. لا 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 بيقول لك كل حاجه لها اصول. لازم كل حاجه ولازم القصة بالمقص. الله ينور عليك. وانت برضه في اسمها البركين ولا اسمها البوكس الصندوق او البرنيكه اللي فوق ده انت برضه شغال فيه. لازم والناس دي كلها زي الفل اهيت. فربنا يبارك فيكم. الحمد لله. ويطرح البركه فيكم الله يخليك ويديكم على قد نيتكم الطيبه ويديكم على قد المكان اللي انتم بتشتغلوا فيه طرح الطيب ده يعني. شكري ليك يا عم ميلاد. شكرا يا باشا. شكري ليك يا اساتذه كشك والله على عينه وعلى راسه. شرفتونا يا باشمهندس. فلتنتشروا في الارض بقى.
احنا طبعا جايين من المزارع على هنا، وشفنا قد ايه النوع ده من البرتقال، في نوع صغير ونوع كبير. الاجمل بقى ان احنا طلبنا من المسؤولين في هذه الشركة الجميلة انه يديني البرتقالة النهائية، يعني انا خدت ده من قفص رايح على التصدير على طول. الشكل تحفة، والنظافة واللمعان اللي فيه وكل حاجة فيه تقول ان ده يعني اهل للتصدير. فانا عجبني البرتقالة دي، نحتفظ بها للذكرى باذن الله. يعني جينا هنا الشركة عشان نشوف الدنيا كانت هناك ازاي وهنا ازاي، وكل مسؤول هيتكلم قدام حضراتكم من المهندسين المسؤولين عن هذه الشركة، والمسؤولين اللي عندهم رؤية لفكرة الاعتناء بالمحصول هنا وتصديره، وده لازم نسمع هذا الكلام لأنه مهم. فمعايا ثلاثة من المهندسين المحترمين اللي لهم خبرة كبيرة في هذا الأمر، كل واحد هيقدم نفسه طبعا ونتفاهم كده الموضوع رايح على فين. برحب بيكم يا باشمهندسين واهلا وسهلا. اهلا وسهلا، اتفضل يا باشمهندس. بدانا الحمد لله من بحوالي 200 او 300 طن تصدير، بس كان اول سنه تصديريه عندنا. السنه اللي فاتت كنا تقريبا مصدرين حوالي 30,000 طن برتقال، كويس، غير اللي بايعينه لروسيا واوروبا. يعني احنا بنصدر لجميع انحاء العالم، يعني احنا عندنا اوروبا بالكامل بتاخد منا برتقال، سواء انجلترا، هولندا، ايرلندا، السويد، رومانيا، سلوفينيا، كل اوروبا بالكامل تقريبا. بياخد بصره، بياخدوا عصير، بياخدوا فالنسيا. روسيا بتاخد طبعا، بنودي لاذربيجان، كردستان، بنودي الكازاخستان، بتاخد دول عربيه كامله بتاخد برتقال، دول شرق اسيا كلها، الصين، الهند، بنجلاديش، ماليزيا. حلوه. الدول الافريقيه الى حد ما مش كتير، بس بياخدوا منا السودان وانجولا وغينيا ومروشيوس. حلو حلو، الحمد لله. يعني الحمد لله. طيب احنا جينا هنا للمنتج النهائي اللي هو بيسافر، عندك اي تعليق عليه؟ هو المنتج النهائي دوت حضرتك انت بتشوفه ده في اخر مرحلة. احنا بنبدأ للمنتج ده تقريبا من 15/2، وبعدين تحصد بقى، تبدأ نحصده في شهر 12 اللي بعده. تمام. يعني من 15/2 الجاي بنبدأ بقى المعاملات الزراعية، بين تسميد وبين مكافحة وبين بقى التقليم وبين المعاملات الزراعية في المزرعة. بعد كده بنبدأ نجهز في المنتج خلال الفترة دي كلها لغاية ما نبدأ أول ما ينضج، زي ما حضرتك شايف كده. هو ده بدأنا احنا 1/12 اللي فات. تمام. يعني دلوقتي انت داخل في عز النضج بتاع البرتقال بسرعة، يعني جينا في وقت. طبعا ده عز البرتقال دلوقتي. وده طبعا احنا الحمد لله ده من الاصناف اللي احنا بنتميز فيه على مستوى العالم، اللي هو صنف النيفول بتاعنا بتاع مصر. اسمه النيفول بسرعة. هو بسرعة بس النيفول بره. تمام. يعني الاسم بتاعه الانجليزي. فده بيبقى له طعم مميز ولون مميز، والحمد لله يعني بنتميز به هناك. يعني الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. عندك اي يعني اي تصور انك انت ممكن تكون المساله يعني تزود انتاجك، او انتوا كشركات مع بعضيكم تشوف الدنيا ماشيه ازاي؟ هو حضرتك يعني البرتقال دلوقتي في مصر او الموالح يعني بصفه خاصه، سواء بقى برتقال، يوسفيات، ليمون، جريب فروت، انه كل صنف باللي انا قلت لحضرتك عليه ده في كذا صنف. يعني ابو سره فيه 4 اصناف او اكتر، الفالنسيا فيه 3 اصناف، البلدي فيه 4 اصناف، اليوسف فيه 10 اصناف. بدات الحمد لله مصر بدا فيها، يعني عندنا 20 صنف برتقال، صنف موالح. موالح اللي هنطلق عليه موالح. يعني الحاجات دي كلها طبعا متواجده في مصر. احنا بنواكب الطلب الخارجي، هو كل دلوقتي عاوز الحاجه اللي بيبقى فيها سيدلس، اللي مش فيها بذر، ولذلك اليوسفيات دلوقتي اللي هي ما فيش فيها بذر دي حاجه. تمام. كويسه جدا. تمام. او الالوان، يعني دلوقتي الجريب فروت اللي هو ستار روبي ده اسعاره كويسه جدا، ومطلوب منا كميات كبيره جدا في الصين، وشويه دول عربيه وشويه روسيا. تمام. بس هي الصين يعني باللي بتاخد اسعار عاليه جدا، يعني بتبقى طالبه بكميات كبيره. زائد اليوسفيات. اليوسفيات حاليا دلوقتي اسعارها حلوه جدا، والاصناف اللي بقول لحضرتك عليها دي هي دي اللي مطلوبه، بنقدر بنحقق فيها قيمه عاليه، يعني بتقدر تزود من دخلنا، سواء دخل الشركه او دخل البلد. يعني فاحنا كنا يعني بنطالب، طبعا كنا قبل كده في المجلس التصدير او كان في لقاء مع وزير الزراعه، كنا طلبنا ان احنا نزود من الاصناف اللي هي محميه دي، حتى لو احنا في مصر
نشتري اصناف محميه ما تبقاش مقتصره بس على ايه اللي احنا بنجيب عينات او بنجيب اصناف منها مش بنعرفش نبيعها بنفس سعرها بنفس الاسم بتاعها بره عشان هي محميه. فاحنا لو نقدر بس في مصر هنا يقدروا يساعدونا اللي احنا نقدر نجيب الاصناف المحميه ديت ونزرعها هنا هنحقق ارقام حلوه جدا. حلوة يعني انت اللي هتبيعه ب 600 دولار ممكن تبيعه باسمه بحوالي 1000 دولار. ممتاز ممتاز. باشمهندس اتفضل. محمود زايد شركه العبور للاستيراد والتصدير. اتفضل يا فندم. انا كل اللي بيقوله الاستاذ حسام ده حاجه حلوه قوي. بس انا بطلب مساعده الدوله في حاجه اهم من ده كله. احنا عندنا مشكله كبيره اسمها تسويق. تسويق. واحنا عندنا في كل دوله ملحق تجاري. تمام. واتمنى من القائمين على خدماتنا للتصدير تمام الملاحق التجاريه في كل دوله تساعدنا وتفتح لنا اسواق. تمام. لان احنا المنتج بتاعنا زاد بالنسبه للمحاصيل وله سمعه سنه بسنه بيزيد يعني بيزيد 30% 25%. تمام. فاحنا عايزين نفتح اسواق وخاصه جنوب افريقيا. جنوب افريقيا احنا مش مستهدفينها كويس. تمام. جنوب افريقيا ده سوق كويس. سوق عالمي لنا احنا. حلو لمصر. حلو قوي. حلو قوي. كل جنوب افريقيا. حلو. غير دولة كل جنوب افريقيا كل دول يعني نقول جنوب القارة. جنوب القارة. حلو قوي. بالاضافة ان احنا برضو عندنا حاجة مهمة احنا جربناها السنة دي. وانا لما رحت المعرض وشفتها فانا شايف فيها نسبة نجاح كبير. احنا كل سنة نروح برلين عشان نعرض حاجتنا. حلو. انا عايز اخلي حاجتنا في دولتنا. حلو. انا عايز اعمل معرضي المعرض بتاع الحاصلات الزراعية اللي الرئيس عمال ينمي فيه. عايز اعمله في مصر هنا. حلو. واعمله على كيان كبير ويبقى له قيمة. حلو. المعرض المصري ما عادش شوية. احنا من اكبر الدول بنصدر برتقال. حلو قوي. اكبر الدول بنصدر بطاطس. حلو. اكبر الدول بنصدر بصل. اكبر الدول بنصدر فراولة. كل ده كيان كبير في مصر. لازم احنا كشعب احنا اللي ننميه. تمام. احنا اللي نكبره. تمام. بمساعدة الدولة معانا. حلو. والتصدير عندي لازم انميه لان هو اكتر حاجة هجيبه. وعندك دولار. منتج محترم. احنا مستهدفين لعشر سنين جايين ان احنا نصدر ب 100 مليون دولار. 100 مليار دولار. 100 مليار دولار حاصلات زراعية. 100 مليار. لا ده استهداف لمدة 10 سنين. ان احنا لازم ننمي تصديرنا. لازم الدولة تبقى. وانت عندك البنية الحلوة. عندنا البنية واحسن بنية في العالم. احنا سبقنا اسبانيا في الزراعه دلوقتي. انتاجنا الحمد لله بقى حاجه فوق الخيال. وان شاء الله خير باذن الله. اتفضل يا باشمهندس. مساء الخير. احمد ابو النير رئيس مجلس اداره شركه ايرسي لاند المسؤوله عن الشحن بتاع المنتجات الخضار والفاكهه والحصلات الزراعيه وخاصه يعني شركه حوض النيل. انا بس عايز اتكلم في حته جزئيه ان احنا كان السنه اللي فاتت عندنا ازمه شحن كبيره ومع ذلك اشتغلنا اكتر يمكن من السنه اللي قبلها. يعني اضافه للتسويق عندنا حاجه في الشحن. طبعا المنتج ده عشان يوصل المنتج نهائي للاسواق العالميه محتاج طريقه لوجستيه صح ان يطلع من المكان اللي هو موجود فيه لحد ما يوصل لبره. والتوقيت بتاعه احنا السنه اللي فاتت اشتغلنا في الموالح عموما دخلنا في اكتر من 2 مليون طن السنه اللي فاتت رغم الازمه العالميه اللي موجوده. والسنه دي ابتدينا برده مصر باديه بدايه قويه جدا في التصدير. وفتحنا اسواق جديده. يعني احنا السنه دي فتحنا سوق الفلبين كان ما كانش مفتوح. حتى جنوب افريقيا المنافس لينا في الموالح هو موجود دلوقتي وبيشتغل بيشتغل في وقت من الاوقات بياخد منتج مصري بياخد موالح مصريه. تمام. الدوله اللي تعتبر منتجه للموالح. انت برضه بتتكلم على دول جنوب القاره برضه والبرازيل مهمه بالنسبه لي. والبرازيل جنوب افريقيا في الصيف احنا في الشتاء. يعني هما محصولهم بيكون خلص فبيحتاجوا محصول مصر عشان ده فاصل. يعني المساحه بتاعتك موجوده بس عايز تستغلها. احنا عايزين نستغلها. وحتى البرازيل كمان احنا دلوقتي بنصدر للبرازيل وبنصدر لها كميات مش قليله. والبرازيل من اكبر دول العالم المنتجه للمواد. دخلنا البرازيل. طبعا والله. شغالين في البرازيل من سنتين. احنا بقى لنا سنتين بنشتغل تصدير للبرازيل. فالموالح المصريه او البرتقال المصري اكبر تقريبا اكبر منتج زراعي بتصدر خارج مصر وخاصة لدول أوروبا سواء الشرقية أو الغربية ودول الخليج وشرق آسيا. تمام. إحنا تقريبا منتشرين في أكتر من 50 دولة بنشتغل فيها. تمام. البرتقال المصري الكواليتي بتاعته عالية جدا. البرتقال المصري من يعتبر سعره رخيص بالنسبة للموالح الموجودة العالمية بالنسبة للأسواق الخارجية يعني.
الفتره اللي بنشتغل فيها البرتقال المصري مش موجوده. يعني احنا بنشتغل برتقال مصري من شهر 12 لحد شهر 6 تقريبا. في حوالي 5 شهور ما حدش بينافس فيها الموالح المصريه. فاللي انا بس حابب اتكلم فيه ان لازم الدوله يبقى لها دور في موضوع الملاحه. الملاحه في مصر شغاله كويس مع الخطوط الملاحيه الكبيره، بس في نفس الوقت الدوله لازم يبقى لها يد في الموضوع دون. دوله بتشتغل كويس قوي على المواني، بتشتغل كويس قوي على الساحات. لازم يبقى لنا اسطول بحري بتاعنا احنا، احنا حلو. اللي نقدر نشتغل بيه وننقل منتجاتنا احنا زي ما اغلبيه الدول عامل دلوقتي بتشتغل. لان احنا بنيجي في وقت من الاوقات بيبقى عندنا 3-4 منتجات بتطلع بكميات كبيره، برتقال بيطلع، بطاطس بتطلع، بصل بيطلع. احنا في الفتره دي ما بيبقاش عندنا الكباسيتي الموجود نقدر نشتغل بيها الحجم الشغل ده كله في وقت واحد. تمام. ما بيبقاش فيه المساحه ان احنا نقدر نشتغل كل ده. تمام. وده بيأثر لان احنا لما بنقعد فتره طويله الاسواق بيبقى لها توقيت معين، فده يأثر على المنتجات المصريه. صحيح. فدور طبعا الشحن ان هو بينقل البضائع بشكل سليم، بيوصلها بطريقه سليمه للمكان. حلو. وما اعتقدش ان في مسؤول انت هتتكلم معاه ويقول لك لا، انتوا في النهايه متضامنين. بالظبط، هي كلها تضامن مع الحصلات الزراعيه والاتحاد الغرف. دور مع التوسع الكبير في المساحات، مع التوسع الكبير في المساحات الزراعيه اللي احنا بدانا نزرعها في مستقبل مصر والحاجات العملاقه الكبيره اللي بتتزرع دي. تمام. فلازم قصاد دي بالظبط يتطور. صح. محطات تصدير. صح. يتطور مواني. صح. يتطور خطوط شحن. فالحاجات دي كلها لازم يبقى بالتوازي. برضو مصانع اسمده لازم برضو تتطور وتزيد. تمام. لان برضو عشان ما يحصلش ازمه ومبقاش نبدا نغلى على بعض المنتج اللي موجود. صحيح. يبقى مطلوب اكتر فسعره يزيد اكتر. صحيح. فالتكلفه تزيد، فاحنا نفقد الميزه بتاعتنا كمنتج مصري اللي احنا بنبيع حاجه رخيصه. ممتاز. احنا لو حاجتنا غليت بره هناك في اوروبا او في اي حته هيبدا ياكل تفاح. صح. احنا في موسم التفاح عندهم. صح. مخزن الموسم بتاعهم اللي يجي يبيع عندنا تفاح. صح. هنا وهو بتاعهم اصلا. لو انت وصلت. صح. للسعر بتاعه. صح. صح. مش هياخد. صح. منك برتقال ولا ياخد منك حاجه. فاحنا مش عاوزين نفقد الميزه بتاعتنا. صحيح. كمنتج رخيص ومنتج كويس بزيادة التكاليف اللي هنا. أنا هاخد الكلام منكم يعني خير ختام زي ما بيقولوا كده لفكرة التقرير نفسه اللي عملناه من المزرعة، وجودا إن إحنا في المنتج النهائي بالطريقة الجميلة دي. يعني أنا أعتقد إن إيدي نطفت، مش البرتقالة اللي نطفت، أنا إيدي نطفت من البرتقالة. يعني عكس المتوقع. يعني أنا ممكن أكون جاي من المزرعة ماسك كذا برتقالة وغسلت ايدي كذا مره، بس شكل البرتقاله نفسها وطريقه زي ما قال المهندس انه جوه المحتوى نفسه زي اللي بره، الاثنين لازم يكونوا ملائمين. فانا اتمنى انه كلام هؤلاء الصناع، هؤلاء المسؤولين، هؤلاء القائمين على هذه الصناعه، انه يبقى في نوع من انواع الحوار، نوع من انواع الطاوله المستديره، ونقعد مع كل الصناع. وده اكيد موجود. سياده الرئيس بينادب ده على طول. سيادة رئيس وزراء تقريبا 24 ساعة شغال. وزير الزراعة كنا بنتكلم دلوقتي في المزرعة، الخبراء بتوع وزارة الزراعة موجودين في المزرعة على طول. ما فيش حاجة بتطلع من هنا إلا بتعاون الدولة والقطاع الخاص. يعني أعتبر إن ده سيستم من مبادرة ابدأ، إنك أنت بتتعامل مع المسألة بشكل مختلف وشكل جديد. إحنا الأوائل في تصدير الموالح على مستوى العالم، تقريبا 2 مليون طن في السنة ان شاء الله. يعني باذن الله ان شاء الله مع كميات المزروعه الكبيره عندنا من الاصناف اللي قلت لحضرتك عليها دي. يعني ان شاء الله في اقل من 4 سنين او 5 سنين هنعدي 3 مليون طن باذن الله. ان شاء الله باذن الله. من كلام خبراء مش كلام من عندي انا. احنا عندنا كل حاجه كويسه. الشجره اللي انتم شفتوها في اول التقرير حاجه عظيمه جدا. التربه نفسها، الناس الشباب اللي شغالين دول صناعه. اتمنى ان ربنا يدينا العمر ونفيد الاجيال الصغيره اللي طالعه، اولادنا واحفادنا، ويبقى هذا المنتج مش رقم واحد، مثبت نفسه على رقم واحد لفتره كبيره جدا، ويقدر ينافس اي منتج في اي سوق في العالم. اشوف حضراتكم على خير. تصبحوا على خير.